شنو هو الحباس؟ والحباس هو كيل فاس طالع واكل هابط واكل راه عام الخطره تندخل هكا هي شي بلاصه هكا هي راه اما غتقتل اما غتموت. ديت 6 سنين ديت عامين ديت 3 سنين عامينات بزاف ديما العامين عامين مره عامين تنخرج عاود عامين عاود تنطلب الى هاد الشباب هادو الله يهديهم ويبعدهم من المشاكل راهي الخاوي. وهاد الشيء هذا كامل تعاقبنا عليه وحبا علينا الله وضربنا عليه راه غادا 23 عام. السلام عليكم خوتي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. المهم اخوتي تنشكركم اليوم بعد ما هاد الكومونتيرات اللي تشكر اخوكم الرباطي حتى هو تيشكركم تيموت معاكم ديما معاكم تنقول ليه الحقيقه ولا لو راه ما عندناش مع الكذوب ولا. المهم اخوتي هذوك الناس اللي قال لك شرح لنا كيفاش ما عمر شي واحد دار شي حاجه اللي درتيها نتايا وراه فري اخويا تنهضر معاكم بصح اخوتي المشاكل اللي درت انا راه مازال حتى شي واحد ما دارهم حاليا راه تيديرها تمشي بنادم على التليفون تيديرها تمشي بنادم ما داير والو كاع تتقى 3 سنين 4 سنين ما داير حتى لعبه واش دار بنادم ها شي بنادم تيمشي تيخرج للبلدان براكي البومباتي براكي الحوان ديال الذهب تيمشي للمغازات تيمشي لبرا تيخوي مكناس تيدير المشاكل وهذا الشيء هذا كامل تعاقبنا عليه وحبا علينا الله وضربنا عليه راه غادا 23 عام وراه حياتك ماشي للخاطر اخويا راه تحام الخطره تندخل هكا هي شي بلاصه هكا هي راه اما غتقتل اما غتموت اش غايدير بنادم وراه اللهم لك الحمد راه حنا في مكناس وراه ما تيعرفونا الناس في الدول دوزين مع فواسار رجال الرجوله مدوزين مع القنيطريين الرجوله السلاويين الرباطيين مكانسه اللي هما ولاد بلادي راه الا قابض الرباطي كبرت في الرباط ولكن رجعت لبلادي بنت خلاقي هي مكناس نتيني اخويا الحبيب اللي تتقول ثلاثه الجورنانات اخويا الحبيب ثلاثه الجورنانات خارج فيهم هاد السيده اللي قبالتك وسول رجال الشرطه د مكناس وسول باش كنا حماق جوج مرات في التلفازه بنتي فيهم انت وراه تنقول لهم هادشي هذا باش غيتنصح هاد الشباب هاد وراه هادشي غير خاوي راه بنادم ما داير حتى لعبه تيلقى راسو بعامين 3 سنين غير الخاوي يا علاش غادي على تليفون ولا هضر مع بنت صيفطاتو ب 3 سنين دارت له الاغتصاب ولا مشى سرق شي كريصه ديال الخضاره ولا وهادشي اللي دابا تنجيبو انا الشباب تيتزافوا سول فواسه سول القنيطريين سول سلاويين سول طنجاوه تيطوان قصر الكبير قصر الصغير نتيني اخويا الحبيب الناس ديال السطاط الناس ديال كازا راه فين ما مشيتي واي واحد تيشوف قم قومي في هاد الاذاعات ولا القناه ديالي اللي داخله بحاتم صفانا اللي بغى يشوف الحقيقه ديالي يدخل لحاتم صفانا وغايشوف الحقيقه ديالي اللي دوزت دير حاتم صفانا في اليوتيوب ودخل الفيديوهات لاباج وغتطلع لي الفيديوهات ديالي وغتشوف الحقيقه ديالي يا الحبيب ما تنكذبوا ما والو حنايا اول مره اخويا دخلت للاجرام 98 طوني 8 شهور د الحبس على المجالات ديال الطانوبيلات صافي موراها تسرنا واتسارة ما لقيناش اللي نصحنا ماشي بحال دابا كارو دابا راه طولات القضيه اخويا راه دابا راه طولات القضيه والناس طوروا والناس تنقات والناس بزاف د الحوايج وشحال هادي راه ما كان شي ما تيديها بشي اللي بغى يدير شي لعبه يديرها راه بزاف وحده زايده على وحده اذا ما كايناش شي وحده صعيبه على وحده ولا وحده ناقصه على وحده وحده تترقاها زايده على وحده ما اذن كلهم خايبين وكلهم جرائم خايبين وكلهم تعاقبت عليهم وكلهم ضربت عليهم 22 عام السجن وشهر و 18 اليوم ديت 6 سنين ديت عامين ديت 3 سنين عامينات بزاف ديما العامين عامين مره عامين تنخرج عاود عامين عاود نخرج عاود عامين عاود ويا غاده متى نتيني
ضرب كاع اربعه شدات بهم العامين عامين عامين عامين، وتجيك وحده فيها 6 سنين، تجيك وحده فيها 3 سنين، ما وحده مور وحده، تجيك وحده فيها عام ونص، تجيك وحده فيها 6 شهور، ما وهي غاده على حسب الجرائم. والترابيس المراهقه والصغار، وكانت تعدو تماك موظفين تيسبنا تيك هكايا صافي، كانوا المواكن د الحسانه كلشي عندنا تيبات عندنا في البيت. سير المراهقه، وكنت نهضر مع واحد السيده في التليفون صغيره، سير راك عارف سير المراهقه عافيه من هنا من هنايا، عندنا التليفونات صغار بورطابل عادي، هادشي راه بال2000 2001 2002 99 98، التليفونات راهي 2003 2004 2005 2006 حتى 2016 تقطعوا التليفونات من الشجون، عاد باش دخلوا هاد الهاتف ديال اداره الشجون الله يكثر خيرهم، عاش محمد السادس. دابا راه التليفون اي واحد عنده في البيت، والنظام كله تيهضر حتى تيشبع بنادم، تيبقى كاع بالخطره التليفون ملاوح حدا التلفازه محطوط بلاصتو، كاينش اللي تيهضر. انا مطلقت اخويا، دابا ان شاء الله عاد تعرفت على واحد الانسانه عاد غنتزوج بها ان شاء الله، اما طلقت جوج العيالات وما عندي معاهم لا ولاد لا والو، هذا هو اللي كاين. المهم تيمات ليا وانا في الحبس، دابا عندي الوالد، وراكم عارفين العائله راه باش تمشي الام راه ما تيبقى ولا خوالات لا هادي لا هادي، ودابا مازال عندي هذوك عماماتي تيجيو لعندنا تيشوفونا. خوت الوالد هو اللي مازال بالحياه، اما خوت الوالده صافي بحال اللي ما عمرناش ناهم، بحال اللي ما عمرناش نا معاهم، راكم عارفين. الرساله الاخرى خوتي، تنطلب الى هاد الشباب هادو الله يهديهم ويبعدهم من المشاكل، راهي الخاوي راه والله بنادم ويلقى راسو بالقريه على البطانه على الروح ولا جنايات، راه والله حتى تيبكي تما كيبين له الرجوله، بنادم ما يبكيش ويبقى سبع، راه والله تيبكي بنادم ويبعد من بنادم، راه الحبس ولا خايب، الحباسات راه ولاو خايبين اخوتي يا عباد الله، راه الحباسات ولاو خايبين، الله يرحم الوالدين. انا ما تنقول لكم حتى شي باش غنتصركم، راه هادشي خايب اصاحبي، راه هادشي خايب. انا راه ضربت معاكم دابا، ضربت هاد الحبس ديال هاد الوقت هادي، وراه ما غلبنيش والله ما غلبني، ولكن انا تنعرف كي غندير ندوز الحبس، وتنعرف كي تندير ندوزو انتين اخوتي. انا راه تنشوف هاد الحبس هذا ديال اليوم راه ما غيقدش عليه بنادم، راه خايب اي باش يا رب بنادم، راه 2022 والله ما لقيتي الماكله ديال الميمه وديال العائله وديال الدار والله لا، وراه بنادم راه مولف دابا راه فهاد بهاد المعيشه ديال هاد الوقت، اما حنا راه مولفين، انا راه عندي هادي، راه كاين واحد اخر ما يقدش على الصوبه، وكاين دابا شحال من واحد دابا دوزت انا في تولال جوج تنهبط وتناكل انا الصوبه، تنفرح في الصوبه اللوبيا العداس بطاطا اي لعبه دجاج اللي جابو تناكل، وواحد اخر الله ما تياكل، راه ما تيقدش بنادم ياكل وعنده عام ولا عامين الحبس، كي غيدير يدوز هذيك العام ولا العامين ولا 3 سنين يبقى يدوزها ببيضه مقليه يا لا، ما تياكلش كاع الصوبه نهائيا. يو فين هذا؟ وا هو جاي باب عام، هو غيموت غي تماك اللي تيبجو، اما انا راه تناكل كلشي انا، شنو هو الحباس؟ والحباس هو كيلفاس طالع هواد طالع واكل هابط واكل يا باش يا رب بنادم. ودابا تنطلب منكم اخوتي اللي عنده شي ميمه وشي مدام وشي وليدات يتهلا فيهم ويبعد من المشاكل، بنادم يسمح في حقه. القناه ديالي سميتها حاتم صفانا، حاتم صفانا مازال تنحط فيها فيديو يا سي، دابا شي شهير دابا مع هاد المشاكل التسويقه وهاد الشيء هذا ورمضان، راك عارف اخويا ما تنساليوش، وتنبغي نقول للناس اخوتي يدخلوا عندي وتعاونوا معايا، ديروا لخوكم ابوني راه مازال اخوتي راني طايح ما تنمالو، الله يحن عليكم اخوتي، اللهم تعالى يسركم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.